صباح الفل والياسمين لكل المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناة أشغال يدوية، معكم منى كالعادة. وطبعا مساء الفل والياسمين للي باش يشاهدني لاحقا في المساء، مرحبا بكم أعزائي المتابعين. في الفيديو هذا باش نشوفوا طريقة خياطة هذه الدمية. في الفيديو هذا استعملت باترون مختلف عن الباترون السابق، ايضا كما تلاحظوا الشعر مختلف عن الفيديو او الدمية السابقة. ايضا باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير ملابس هذه الدمية. قبل ما نشوفوا الفيديو ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق ونشر الفيديو باش تفيدوا اصدقائكم. مشاهدة ممتعة للجميع. يلا انتي عين كلفك، انتي حطيت لايك ولا مازلت؟ يلا حتى توا لايك سينا باش نعطيك براس. اذا اول خطوه باش نقوم بها هو رسم شكل تقريبي للدميه على الورق، بمعنى اخر يعني نحضروا الباترون، لكن ما عنديش قواعد معينه لتحضير الباترون، باش نوريكم بشكل تقريبي طريقه تحضير هذا الباترون. عندي هوني مجموعه من الاوراق انا قمت بقصها. الورقة الأولى مستطيلة الشكل، العرض 11.5 سنتيمتر والطول 15 سنتيمتر. القطعة الثانية اللي من خلالها بشكل اليدين، خذيت قياس 5 سنتيمتر العرض والطول 13.5 سنتيمتر. بالنسبة للقطعة الثانية خذيت أيضا العرض 5 سنتيمتر والطول 15.5 سنتيمتر. بالنسبة للدائرة اللي باش تمثل الوجه خذيت قطر 8 سنتيمتر. نشوفوا مع بعضنا طريقة الرسم. ناخذ في البداية هذه الورقة ونقوم بثنيها إلى اثنين في المنتصف، ناخذ الآن قياس 2.5 سنتيمتر من فوق، نقوم بعمل نقطة من أسفل، ناخذ قياس 3 سنتيمتر، نقوم أيضا بعمل نقطة، نحدد الآن تقريبا منتصف، ناخذ قياس 7.5 سنتيمتر ونقوم بعمل أيضا نقطة. نقوم الآن بعمل خط مائل أو مستدير من النقطة هذه حتى نوصل للمنتصف، بهذا الشكل كما تشوفوا. طبعا احنا ممكن نعدله من الرسم فيما بعد. أيضا نفس الشيء من النقطة هذه باش ننزل إلى النقطة هذه برسم خط منحني. هذا هو الشكل. الآن في المكان هذا باش نقوم بعمل خط مستدير، ما نحبش هوني تكون مكان حاد، لازم تكون المنطقة هذه مستديرة حتى نوصل للطرف هذا بهذا الشكل كما تشوفوا. نفس الشيء في الجهة الأخرى، ما نحبش المكان يكون حاد، نقوم بعمل خط مستدير حتى نوصل للمنتصف تقريبا. نفس الشيء قمت به من أسفل. نقوم الآن بقص الورق. نمر الآن لتحضير اليد. ناخذ منتصف من فوق 2.5 سنتيمتر، نحدد نقطة، أيضا ناخذ المنتصف أو منتصف الطول المستطيل هذا،
نقوم الآن بعمل خط مستدير بهذا الشكل باش نشكل ذراع اليد اللي هو الجزء هذا. نخلي تقريبا هوني نصف سنتيمتر وهوني نصف سنتيمتر، ونقوم بعمل خط مستدير بهذا الشكل. نمشي بالشكل هذا ثم نرجع قليلا لحد النقطة هذه، أيضا نجيب الخط هذا للمكان هذا. طبعا احنا فيما بعد نعدلوا من الشكل هذا كما قلت لكم رسم تقريبي. ننزل الان بالذراع بهذا الشكل، حتى نوصل للطرف هذا، ونقوم برسم دائرة كما تشوفوا. هو هذا هو الشكل او الرسم بشكل تقريبي. طبعا انتم ممكن تعدلوا بالنسبه للمكان هذا. انا باش نقوم ب تكبير الجزء هذا باش يصبح شكل الذراع متناسق اكثر. ناخذ الآن القطعة هذه ونقوم بقلبها بهذا الشكل، ثم نقوم بنقلها حكاكا تحصل على الذراع الثانية. بنفس طريقة رسم الذراع باش نقوم برسم الأرجل. ناخذ القطعة هذه نقوم بقلبها، في نحدد المنتصف 2.5 سنتيمتر، ثم نقوم بعمل استدارة أو نقوم برسم خط مستدير، لكن المرة هذه باش ناخذ المسافة كلها يعني 5 سنتيمتر. ننزل حوالي 8 سنتيمتر، ندخل هوني قليلا بالخط الى الداخل، ثم نرجع للخط الخط الى الخارج، ونقوم برسم الرجل من اسفل. ننزل تقريبا بهذا الشكل، ثم نقوم برسم القدم. بهذه الطريقة أصبح عندي رسم تقريبي للقدم. باش نقوم الآن بقص الورق، بعد ذلك نقوم بقلب الرسم هذايا ونقوم بنقله على ورقة أخرى وبنفس الطريقة السابقة باش نتحصل على قدمين. إذا كما تشوفوا هوني هذايا شكل الباترون بعد الرسم. تحصلت على هذا الشكل. كما تلاحظوا ما ثماش فرق كبير بين الباترون اللي قمت بتحضيره في السابق والباترون اللي حضرته الان. الان باش نمروا لمرحله قص القماش. باش ناخذ قماش كوتون نقوم بثنه الى اثنين. طبعا انا قمت بهذه المرحله من قبل، لكن ملاحظه مهمه جدا لازم تخليهم مسافه زائده
من القماش مكان الخياطة كما تلاحظوا هوني. هذا هو الرسم، قمت بوضعه على القماش بعد ما قمت بثني القماش إلى اثنين، قمت بوضع الباترون بهذا الشكل وقمت بالقص مع ترك قماش زائد مكان الخياطة. هذه القطعة أصبحت جاهزة، طبعا ما عدا الرأس لأنه حجمه كبير ما خليتش مسافة زائدة باش نخليه بهذا الشكل. وعند الخياطة باش نقوم بالخياطة على الطرف. قبل الخياطة باش نقوم برسم العينين، باش ناخذ دائرة واحدة وتقريبا فوق المنتصف بقليل نقوم برسم العينين. نحدد في البداية مكان العينين، قوم برسم الدائرة. هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد الرسم. طبعا انتوما ممكن تقوموا بتثبيت هذه الاعين الصناعيه تباع جاهزه، لكن لما تقوموا بالرسم باش تعطيكم نتيجه افضل. قبل ما نقوم بالخياطه لازم نتاكدوا من انه الالوان هذه جفت. كما تشوفوا هوني الالوان مازالت ما جفتش. بعد ما تجف الالوان هذه قوموا بوضع الدائره هذه فوق الرسم وقوموا بالخياطة على الدائرة هذه، ما نخليوش فتحة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للقطاع هذه، باش نقوم بالخياطة على الدائر ما نخليش فتحة، لكن بالنسبة للبطن باش نقوم بالخياطة ونترك فتحة صغيرة من فوق. بعد الخياطة باش نقوم الآن بعمل فتحات في القطاع أو في الأطراف والرأس، بينما القطعة هذه باش نقوم بقلب القماش من خلال الفتحة الصغيرة اللي خليتها. بالنسبة للقطع الأخرى كما تلاحظوا أنا هوني حددت أماكن الأماكن اللي باش نقوم من خلالها بعمل فتحة. حاولوا انكم المسافة تخليوها صغيرة جدا لانه القماش كما تعرفوا كوتون يتمطط، يعني تقدروا من خلال فتحة صغيرة بقلب القماش ووضع الوات. ناخذ القطعة نقوم بابعاد القماش او الطبقتين هذوما من على بعض، ثم نقوم بعمل شق صغير. كل ما كان صغير كان أفضل. من خلال الفتحة هذه نقوم بقلب القماش.
الان باش نقوم بتعبئة الوات داخل القطاع هذه كل، بعد ذلك نقوم بالخياط. الان باش نقوم بخياطه القطاع هذه كلها مع بعض بحيث تتجمع عندي الدميه. نشوفوا مع بعضنا الخطوات بشكل سريع. اذا كما تشوفوا هذا شكل الدمية بعد خياطة اليدين والارجل والرأس، لكن ملاحظة بالنسبة للرأس كما تلاحظوا هو مائل للخلف. باش نقوم بإعادة الخياطة مرة اخرى في الجزء هذا من الرأس، باش نثبته بهذه الطريقة باستخدام الابرة والخيط باش يصبح ثابت بشكل افضل. نشوفوا مع بعضنا خطوات الخياطة بشكل سريع. نمر الآن لمرحلة تحضير الشعر الدمية. باش نحتاج إلى خيط من الصوف ومجموعة من الأعواد. نقوم في البداية بربط الخيط على طرف العود، بعد ذلك نقوم بلفه. نشوفوا مع بعضنا الخطوة هذه بشكل سريع ثم نمر للخطوة التالية.
الآن نمر لمرحلة تشكيل الصوف. بعد لف مجموعة من الأعواد باش نقوم الآن ببلها بالماء. نقوم بصب كمية صغيرة من الماء في وعاء ثم نقوم ببلها قليلا، ما نحطوش كمية ماء كبيرة. نمرر يدي وهي مبلولة بالماء على هذا الصوف، أثناء ذلك أنا قمت بوضع المكواة حتى تسخن تصبح ساخنة. نقوم بتوزيع كمية من الماء على الصوف. إذا نحط طبقة من القماش بين الأعواد والمكواة. نقوم الآن بتمرير المكواة وهي ساخنة. نقوم بالخطوة هذه حتى يجف الماء. بعد ذلك نقوم بقلب الأعواد إلى الناحية الأخرى. إذا نواصل كوي الخيوط هذه لحد ما تجف الخيوط تماما من الماء. بعد ذلك نمر للخطوة التالية. نقوم الآن بإزالة الخيوط بهذه الطريقة. كما تشوفوا شكلها أصبح جميل. نقوم بسحب الخيط بهذه الطريقة. إذا كما تشوفوا هذا هو شكل الخيط بعد التشكيل. كما تشوفوا جميل أصبح. الآن نقوم بثني الخيط هذا على حسب طول الشعر المرغوب فيه. طبعا إذا حبيتوا شعر يكون طويل خليوا الخيط طويل، مش تعملوا قصير. نقوم بلف الخيط بهذه الطريقة ثم نقوم بربط الخيوط كلها مع بعض. بعد ذلك باش نقوم بقص الأطراف. بنفس الطريقة هذه باش نواصل تحضير بقية الخيوط ثم نرجع لكم. بعد الانتهاء من تحضير هذه المجموعة باش نثبتها الآن على رأس الدمية. باش نستخدم هوني مسدس الشمع في التثبيت. طبعا انتوما ممكن تستخدموا الإبرة والخيط في تثبيت هذه القطعة. نشوفوا الآن مع بعضنا خطوات العمل بشكل سريع. إذا هذا شكل الشعر بعد الانتهاء من تثبيته. أتمنى يا ربي أنه أعجبكم هذا الشكل أو الموديل. المهم نمر الآن لمرحلة تصميم الملابس. إذا باش ناخذ هوني قياس استدارة البطن. تقريبا 26 سنتيمتر. باش نضيف
في البداية باش نقسم القياس هذايا على 2، يعني 13 سنتيمتر، ثم نضيف 2 سنتيمتر. باش نقومو برسم خط في منتصف الورقة تقريبا، وبعد ذلك ناخذ قياس 15. كما قلنا هو استدارة البطن 26 سنتيمتر، نقسم القياس على 2 يعني 13، بعد ذلك نضيف 2 سنتيمتر مكان الخياطة. في البداية باش نحدد هوني منتصف الورقة، واحد وعشرين يعني 10.5. باش نقوم بعمل خط عمودي على هذا الخط، باش دائما لما نحط القياسات ناخذها من منتصف الورقة. ناخذ الآن قياس 15 سنتيمتر، باش ناخذ هوني نقطة بقياس 7.5 سنتيمتر أيضا في المكان هذايا. المسافة هذه كل من النقطة هذه إلى النقطة هذه قياس 15 سنتيمتر. الآن ناخذ الدمية وناخذ قياس المكان اللي موجود عند الرقبة، عندي هوني تقريبا 6 سنتيمتر، نضيف 2 سنتيمتر يعني 8 سنتيمتر. ناخذ قياس 4 سنتيمتر من الجهة هذه و 4 سنتيمتر من الجهة هذه. الآن ناخذ قياس طول البطن لكن لحد السرة أو حد مكان السروال، عندي تقريبا 9 سنتيمتر، باش نضيف إليه 2 سنتيمتر يعني 11 سنتيمتر. باش ناخذ من النقطة هذه لحد قياس 11 سنتيمتر، ونقوم بعمل خط موازي للخط هذا بنفس القياس أو أكبر، لأنه المكان هذا أعرض من فوق. باش ناخذ هوني القياس يعني تقريبا 12 سنتيمتر مع الإضافة. نقوم الآن برسم الجزء العلوي للسالوبات. ننزل الآن للنقطة هذه، ناخذ الآن قياس طول رجل الدمية، نحط البطن تقريبا مقابلة للخط هذا يعني تقريبا على طول الورقة. باش نكمل الرسم باش ننزل بهذا الشكل، نفس الشيء بالنسبة للمكان هذا. طبعا أنا فيما بعد باش نعدل من الرسم. ناخذ الدمية نحطها بهذا الشكل باش نحط تقريبا مكان أو الفتحة اللي موجودة بين الرجلين. باش ناخذ قياس 1 سنتيمتر، ناخذ نصف سنتيمتر من الجهة هذه ونصف سنتيمتر من الجهة هذه، ونقوم برسم خط مستدير بهذا الشكل، ننزل به إلى أسفل. إذا هذا هو الجزء اللي قمت برسمه، أنا قمت بإلغاءه باستخدام القلم باش نقوم بقصه فيما بعد. أنا خذيت هوني ورقتين باش نقوم بقصهم بهذا الشكل. طبعا الجزء هذا هو باش يكون الجزء الأمامي للملابس، فيما بعد باش نقوم بتحضير الجزء الخلفي، لذلك أنا هوني قمت بقص ورقتين.
الشكل يكون منظم بشكل أكبر نقوم بثني الورقة في المنتصف ونواصل القص. باش يكون نفس الشكل أو يكون الشكل متطابق ناخذ الآن الورقة هذه، نخلي الورقة هذه على جانب ونقوم بتعديل شكل الملابس من خلف. باش ياخذوني قياس 4 سنتيمتر يعني تقريبا هوني نزلت حوالي 3 سنتيمتر. ننزل بهذا الخط لحد هذه النقطة، كذلك في الجهة الأخرى ممكن نعدل من المسافة هذه. نقوم الآن بقص الورق الزائد هذا الشكل باش يكون من خلف. اذا انا هوني قمت بقص القماش كما تشوفوا، اخذت نفس الرسم او نفس قياس الباترون، ما خليتش قماش زائد في الجوانب كما تلاحظوا. قمت بقص قطعتين كذلك بالنسبه للباترون هذا، قمت بقص قطعتين كما تلاحظوا. هوني وجه القماش خليته من الداخل، كذلك في القطعه هذه باش نقوم بخياطة القطع هذه مع بعض بهذه الطريقة. كما تشوفوا هوني أيضا خليت وجه القماش من الداخل. قبل ما نقوم بالخياطة باش نقوم بخياطة شريطين، خذيت عرض 4 سنتيمتر الطول فيما بعد باش نقوم بتعديله على حسب الدمية. باش نقوم بخياطة شريط صغير باستخدام هذا القماش، بعد ذلك باش نثبتهم في القطعة هذه من الداخل. باش نثبت شريطين في المكان هذا، ثم نقوم بالخياطة على كامل الأطراف ونخلي فتحة صغيرة لقلب القماش. بالنسبة للقطعة هذه باش نخيطها بهذا الشكل، يعني ما نعملش أشرطة أو ما نثبتش أشرطة، وباش نخلي فتحة في المكان هذا لقلب القماش. نشوفوا خطوات الخياطة بشكل سريع. نقوم الآن بخياطة القطعتين هذوما مع بعض، لكن مش نحاول أن نقوم بالخياطة على طرف القماش باش ما يصبحش المقاس ضيق على الدمية. نثبتها في البداية باستخدام الدبابيش ثم نقوم بالخياطة في نفس الوقت. باش نقوم بخياطة الفتحات هذه،
إذن كما تشوفوا هوني هذه النتيجة النهائية للدمية، هذا الشكل النهائي للملابس، أيضا هذا هو الشكل النهائي للشعر. كما تشوفوا شكله مميز، أكثر شيء يعجبني هو تسريحة الشعر أو فورمة الشعر. أتمنى يا رب إنه الفيديو نال أعجابكم، ما تنسوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق، ما تنسوش أيضا الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهدني في هذا الفيديو. إن شاء الله في فيديوهات أخرى نوريكم طرق أخرى لصنع الدمى بشكل مختلف.